كاس كروت ملاوي طن عظم وجبن وهروس دوبل دوبل باهي. تو هذه تحريش هذه حاولين تقريبا الاربعة تو الاربعة تحريش لاعبين ب 16 اكيد باش نتعشى. تونس الخضراء دونك لهنا مش تخرجوا من منطقة ولاية سليانة وندخلوا لولاية باجة. هذه المنطقة تاع ولاية باجة تقريبا مع 119 كيلومتر على تونس العاصمة. قدامنا أمطار غزيرة. هذه مدينة دقة وفي الصعدة الفوق خلاص هذيك دقة الأثار. أنا اللي يحب يزور المنطقة هذه نجم يوصل لمدينة دقة يزور الأثار وأثار دقة اللي الناس الكل تعرفها من أعز الأثار الموجودة في تونس. وهذه مدينة دقة وإحنا نواصل الطريق. أشجار مثمرة كذلك مناطق خلابة ندعوكم لزيارتها في فرصة التي تجدونها فلن تندموا من هذه المناظر ومن متابعتها. بعد موجة الصيف نتاع قرابة الأربع أشهر حرارة شديدة تعتبر بالنسبة لهذه السنة 2020 حاليا في شهر سبتمبر أمطار الخير غيث نافع. احنا حاليا موجودين في طريق تونس في اتجاه مدينة تونس العاصمة مش نحاولوا نقفوا ثم كشك صغير هنا يعمل الملاوي مش نحاولوا نحبسوا بحذاه. مش كبيرة شوي الخبزة؟ الخبزة مش كبيرة برشا؟ طيب ما بن الخبز على الحطب كيفك ولا على الغاز؟ لا حطب بعد بن. وشنو هي البن اللي فيه؟ حاجة بيو طبيعي. شم ريحة الدخان تقول انت؟ ريحة الدخان تاع سنوبر. اي شنو مثلا؟ هيك يا ولدي جبن وسلايط وعظم خبز طاجين. واضح مش برشا الهريسة؟ روس عربي الهريسة العربي واحد ولا روس العربي واحد؟
ماهمش كيف كيف. استاذ صحواتي. صحواتي. قلق. الحمد لله مرحبا بك. وين اسمع فيك؟ هذا كسكروتي انا خايف كسكروتي انا شنو هذا؟ شنو ناخذ انا ال 20 دينار؟ زوز ناخذ لا اربع اربع هذا عندك تعرف لك بعد والله دونك هذه الرحله نتاعنا وهذه الفيديو نتاعنا وهذه الكشك اللي احنا كنا موجودين فيه في اتجاه الكاف الحدود الجزائريه وفي اتجاه تونس العاصمه. هذا الفيديو اليوم، الى اللقاء قريب ان شاء الله، وما رضا الله الا بالتوفيق.